ألف سرزة وشرزة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت، ليست مجرد كلمات. خرج صديقي إلى اسطنبول في إجازة من رحى ما يحدث في سوريا، ولعل خروجه في هذه الإجازة كان خير ما وقع له، فقد كان صديقي أبو البر مثالا للكائن المتوجس الشكاك الخائف، لا يقول رأيه لأي كان، أمامنا فقط يجهر بآرائه، لا ثقة له بأحد، الكل مخبرون حتى يثبتوا العكس، وإثبات العكس في سوريا وخاصة في زمن الثورة معجزة من المعجزات، فالسائق الذي تصعد معه مخبر حتى يثبت العكس، وإذا أثبته بأن يقول مبدئيا الله يفرج، فإن هذه الله يفرج لا تمسكه، ليست بإثبات قوي على معارضته للنظام، لكنها بذات الوقت تشي بذلك، إنها الرمز الذي يجس نبض الآخر. فما إن يجد محدثك تجاوبا ثوريا خجولا منك، فإنه يبدأ بالتغميق أو الحفر في ذاتك الثورية وهو يقول هانت هانت، إنها رمز ثوري أقوى من الله يفرج، هانت إنها عكس رمز المؤيدين، خلصت خلصت تلك الكلمة الصليفة المغرورة أمام الكلمة المتواضعة العابرة، هانت. يا لها من كلمة عبقرية، وهي تستحق أن يعتقل شخص ما من أجلها. أما كلمة قربت فهي تودي بقائلها إلى فرع المخابرات بدون نقاش. عم تقول هانت يا حقير؟ والله مو قصدي يا سيدي، والله قصدي شريف يا معلم. قصدك شريف يا عديم الشرف؟ هانت ها. وعم تقول قربت كمان؟ العمى بعيونك العمى. قال قربت؟ قال. خود يا حيوان. آخ هانت لكان يا سيدي، والله ما كفرنا، عم نقول هانت وقربت تخلص الأزمة بإذن الله. ايوه هيك بدي اياك الأزمة، لكك بتعرف تحكي بس ما تكون عم بتقول بقلبك ثورة ولا حيوان. أعوذ بالله سيدي، شو ثورة وما ثورة؟ أنا كلمة ثورة ما قلتها بحياتي غير لما بكون أخذ تاكسي على شارع الثورة، أو لما بوعد حدا تحت جسر الثورة، أو لما بطلع مظاهرة بمناسبة الثورة. مظاهرة يا حيوان كمشتك يا إرهابي. عفوا سيدي، مسيرة بمناسبة ثورة السابع من آذار حصريا يا سيدي. وشو مشان هانت وقربت ولا؟ خلصت خلصت سيدي، ما عاد عيدة. هانت خلصت وقربت، خلصت هانت سيدي، هانت لك بلاها، هانت بلاها، ما بدي اسمعها. خلص سيدي انت حر، لا تسمع، لا تقول عني حر يا حيوان، لا تقول عني حر يا كر. عفوا سيدي عفوا، والله مو قصدي، اعوذ بالله سيدي. ايوه هيك بدي اياك. ولا شو 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 على شو استبينا؟ على شو اتفقنا؟ على خلصت سيدي، خلصت، برافو عليك، هيك بدي اياك. روح لا مشي على رأسي سيدي، خلصت خلصت. ثم ألقى نظرة إليهم جميعا وهو يرتدي ما تبقى من ثيابه فوق الدماء التي تسيل هنا وهناك من أماكن متفرقة من جسده، وتذكر مسرحية بريخت غاليليو غاليليه، مع أنه لم يقرأها ولم يشاهدها على المسرح، وتذكر كيف أجبر غاليليه على الاعتراف بصوت جهوري أن الأرض لا تدور، وكيف أنه فعل ذلك مرغما، وكيف أنه في قلبه وبين أنفاسه كان يردد ومع ذلك فهي تدور. تذكر ذلك رغم أنه لا يعرف ذلك. قال في قلبه المدمى وبين ضلوعه المكسرة، هانت لا وقربت كمان، هانت هانت. ابتسم للجلادين وهو يخرج إلى الهواء. أما صديقي أبو البر فقد أخذنا الحديث ولم نكمل ما بدأناه عن رحلته التاريخية في زمن الثورة الكونية إلى تركيا، فابكوا معنا. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.